مشاهدي الموصلية الأعزاء، نحييكم ونصحبكم في حلقة جديدة من برنامجكم صدى الموصل. تواصل محافظة نينوى واستعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية والمقررة في 12 من أيار المقبل، وسط حملة دعائية محمومة واسعة تشهدها مدن وأقضية المحافظة. وباعتبار أن الموعد الانتخابي القادم هو خطوة مهمة في مسار العملية السياسية لترسيخ الديمقراطية وتحقيق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع الموصلي، وإيذانا ببدء مباشرة عمليات الإعمار، فإن مفوضية الانتخابات وضعت خطة خاصة للإسراع بتسليم بطاقات الناخبين للمواطنين في كافة أرجاء المحافظة. هذه الخطة تضمنت افتتاح العديد من مراكز التسجيل وتعزيزها بالكوادر والأجهزة الضرورية لعملية تحديث البيانات لتوزيع البطاقات على الناخبين، لتتصدر محافظة نينوى من بين كل محافظات العراق عدد البطاقات الموزعة، وذلك رغبة ملحة من أهلها لإنجاح الموعد الانتخابي القادم. فما هي أهمية هذه الانتخابات؟ ما هو دورها لرسم ملامح الخريطة السياسية المقبلة في المحافظة؟ كيف تجري التحضيرات حالياً لدى التحالفات والأحزاب المرشحة للظفر بأكبر عدد من المقاعد لدى قبة المنطقة الخضراء في بغداد؟ نبدأ حلقتنا مشاهدينا بعد فاصل، فابقوا معنا. هدا شوف الخراب هذا كله ضرب على راسنا، وهالبيوت هاي تهجرت، والناس هاي تعبات، هاي الانقاذ ما حد شالها، لا ميه، لا اكو فد انقاذ يجي يساعدنا بيه. واحنا من حكومتنا المحليه اي شيء ما جانا، ولحد الان ما وضعوا بصمتهم. انقذونا بخت الله نفقد الشارع. تعوضنا على مود نكمل شغلاتنا، نريد نبني، نريد شغلات نعمر، اشو نعمر اذا واحد ما عنده؟ خاطر ترجع الحياه شو وسعت، لا ما حد يعني لا حد عايقلنا انت من زين، احنا نظل هيك عند الناس قاعدين نشوف حالنا شو حطيتنا. المنطقة القديمة لحد الآن ما حد وصلها، أي جهة حكومية ما حد وصلها، ما حد جاء عليها ولا حد دحق عليها ولا حد عمر بيهم. منزل الموصل هو ما تلحق بها كله. مشاهدينا الأعزاء، أرحب بكم مجددا إلى هذه الحلقة من صدى الموصل. هذه الحلقة والتي تأتي ضمن التغطية التي تشهدها الموصل، والتي نستمر معكم فيها في برنامج صدى الموصل، للإحاطة أكثر مشاهدينا بمدى قوة التنافس المحموم بين الكيانات السياسية والبرامج المطروحة لكافة الأحزاب والتكتلات المشاركة في هذه الانتخابات. يسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة كل من المرشحين زيد الطائي المرشح عن ائتلاف النصر رقم القائمة 158 التسلسل 46، بعد ذلك يلتحق بنا المرشح صفاء نجيب السبعاوي عن ائتلاف نينوى وهويتنا القائمة رقم 135 والتسلسل 46. أرحب بكم مشاهدينا ونرحب معا بضيوفنا الأعزاء، ونبدأ الآن بأهم الأخبار المتعلقة بالانتخابات.
بداية، كشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في نينوى محمد هاني البدراني عن توزيع ما يقارب 1,000,000 بطاقة انتخابية على مواطني المحافظة، مشيرا إلى استمرار عمليات التوزيع للبطاقات في جميع مراكز التسجيل. وأضاف البدراني في تصريح خاص به الموصلية أنه سيتم في 19 من الشهر الجاري القيام بعملية محاكاة ليوم الانتخاب، وذلك لتصور ما ستكون عليه مراكز الاقتراع ومحاولة لرصد أي صعوبات قد تواجه الناخبين أو موظفي المراكز على حد سواء. هذه العملية مشاهدينا تهدف والتي سيتابعها الناخبون بشكل طبيعي ستهدف إلى إطلاع وسائل الإعلام وحتى الناخبين والنخب السياسية للاختبار والاستعدادات اللوجستية للانتخابات. اليوم إن شاء الله مفوضية انتخابات نينوى بعد انتهاء الدوام الرسمي سيصل عدد البطاقات التي وزعت إن شاء الله 1,000,000. هذه العملية هي مستمرة، عملية توزيع البطاقات في جميع مراكز التسجيل في المحافظة. هناك نسبة في التزايد بعد أن تمت شطر بعض المراكز ل 41 مركز في المناطق البعيدة. هذه المراكز عززت في عملية التوزيع وأيضا عززت في إكمال بعض المراكز لاستلامات استلام بطاقاتهم. فيما يخص عملية المحاكاة، هناك عملية محاكاة لأجهزة تسريع النتائج أو الصندوق الإلكتروني، إن شاء الله يوم 19 ستبدأ عملية تجربة لهذه المحطات بواقع 100 محطة موزعة على مراكز تسجيل. ستكون هذه التجربة هي عملية تسبق عملية الاقتراع الأخيرة إن شاء الله يوم 12. سنستخدم بها الأجهزة ونستخدم بها جميع المعدات وجميع المستلزمات وفق الإجراءات التي ستنطبق في يوم الاقتراع يوم 12/5. إن شاء الله ستكون ناجحة، وإن شاء الله هذه العملية هي يعني ستكون أمام وسائل الإعلام وأمام الناخبين والكيانات السياسية، ستعطي انطباع بأنه هذه الأجهزة هي أجهزة يعني متطورة وتعمل وفق ما صممت إليها إجراءاتنا وأيضا وفق القانون إن شاء الله. مشاهدينا، للحديث عن البرامج الانتخابية للأحزاب والائتلافات السياسية المشاركة في هذه الانتخابات، نبدأ نقاشنا مع المرشح زيد الطائي، وهو المرشح عن ائتلاف النصر رقم القائمة 158 والتسلسل 46. السيد زيد الطائي، أهلا بك. أولا يسعدني أن أرحب بك في صدى الموصل، وأبدأ معك بسؤال حول وجهة نظرك. هل يمكن أن تعطينا نبذة عن مكونات ونضال وسياسة ائتلاف النصر السياسي المشارك في هذه الانتخابات؟ السلام عليكم ورحمة الله. بداية أرحب بكم أخواننا الأعزاء في قناة الموصلية ومشاهديكم الكرام. بما يخص مكونات وائتلاف النصر، ائتلاف النصر اليوم تشمل شخصيات بارزة خدمت نينوى بشكل خاص والعراق بشكل عام. سبب ائتلاف النصر يرتبط قيادة التحالف التي قادت النصر وأسهمت في تحرير نينوى والموصل ضد اعتدال سياسة الدكتور حيدر العبادي وبعده عن الطائفية خندق الطائفي والعرقي، ولذا قررنا الدخول في كتلة عابرة للطائفية والقومية، وهذا ما متوفر في مرشحي النصر في نينوى والعراق. نعم. طيب سيد زيد، هل تعتقد أن أعضاءكم في ائتلاف النصر قدموا إنجازات للمحافظة من خلال الفترة البرلمانية السابقة أو ربما على مستوى مجلس محافظة نينوى؟ هل لديك إلمام بهذه الإنجازات وكيف تقيمها بحيث لو وجدت؟
نعم، على صعيد رئيس الائتلاف دكتور حيدر العبادي، دكتور حيدر العبادي قدم النصر على طبق من ذهب محافظة نينوى، وكان السبب في خلاصها من براثن داعش. وعلى مستوى الدكتور خالد العبيدي رئيس تحالف النصر في محافظة نينوى، كانت له مصولات مشهودة بقيادته في وزارة الدفاع، فضلا عن الأستاذ عبد الرحيم الشمري الذي كان واقفا مع أهالي نينوى خلال محنتهم. أما باقي المرشحين فهم من الأكاديميين والأطباء والأساتذة المحترمون، كان لهم وقفات مشرفة مع أهالي نينوى، وسيكون لهم وقفة قوية مع أهالي نينوى بشكل خاص والعراق بشكل عام في حال فوزهم إن شاء الله. طيب سيدي الكريم، بالنسبة لائتلاف النصر والحديث عن القاعدة الشعبية والتي هي المؤثر الأساسي في الانتخابات، كيف ترى القاعدة الشعبية لائتلاف النصر في نينوى تحديدا؟ هل هذه القاعدة تتيح له النجاح المأمول في الاقتراع القادم؟ وكيف تقيم إلى الآن مستوى هذه الاستجابة؟ اليوم حسب كثير من المنظمات التي عملت على استطلاعات في المحافظة، حصلت قائمة النصر على أعلى الأصوات، وكان لها حضور كبير في الشارع العراقي عموما والشارع النينوي الخاص. حضور تحالف النصر مرتبط بتحرير محافظة نينوى الذي كان بقيادة الدكتور حيدر العبادي، وأعضاء من تحالف النصر مثل الدكتور خالد العبيد والأستاذ عبد الرحيم الشمري وباقي الإخوان الذين ساهموا مساهمة فعلية في إغامة النازحين ومساعدتهم ومساندتهم في محنتهم. طيب بالنسبة لملف الإعمار، إعمار الموصل حاليا، ملف الخدمات التي والذي يعتبر ملفا شائكا ومهما بذات الوقت بالنسبة لأهالي الموصل، هل تدركون مدى تأثير هذا الملف، مدى أهميته لأهالي الموصل ونينوى، ومدى حجم المسؤولية التي ستقع على عاتقكم في حال فوزكم في هذه الانتخابات؟ خلال سنوات حكم داعش محافظة نينوى ومدينة الموصل، كان أهلها من عدة مشاكل وحروب ومن حقوق كثيرة لعدة سنوات، وستكون تلك الحقوق شغلنا الشاغل، ولن نسحر جهدا في الضغط على الحكومة ومجلس النواب العراقي من أجل تشريع قوانين وإصدار تعليمات للجهاز المختص لمعالجة الملفات التي تخص نينوى. أما في التعويضات، وهناك لجنة باشرت العمل في محافظة نينوى، وهي اليوم تستقبل المواطنين مما تضرروا جراء العمليات العسكرية خلال تحرير محافظة نينوى. سيكون تعويض محافظة نينوى شغلنا الشاغل في عملنا القادم إن شاء الله. نعم. طيب سيد زيد، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن برنامجكم الانتخابي، برنامجكم المستقبلي، خصوصا بما تعتقد أنه يهم أهل نينوى من ناحية الإعمار، من ناحية الخدمات الأساسية المفقودة والتي جميع أهل نينوى يجمعون في هذه الانتخابات أنهم سيختارون من سيهتم بهم، هل يمكن أن تعطينا فكرة عن هذا البرنامج؟ نعم، بداية هناك نقاط أساسية سنلتزم بها في حال فوزنا إن شاء الله. سنلتزم بما نص عليه الدستور من أن العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، وأن نحافظ على حدود العراق ونرعى مصالحنا القومية. ثانيا، بناء دولة المؤسسات المهنية القادرة على توفير الأمن والرفاهية والاستقرار لمواطنيها. ثالثا، عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس العرق أو القومية أو الطائفية، وأن نكون ممثلين للجميع ساعين لخدمتهم. سيحتوي برنامجي الانتخابي على عدة ملفات، أهمها محور التربية والتعليم، ومحور الاجتماعي، والمحور الصحي، ومحور حقوق نينوى، والمحور الاقتصادي. سنجز لكم خلال لقائنا اليوم على أهم النقاط التي تشتملها المحاور التالية. في محور التعليم، سنحاول إعادة النظر بالواقع التربوي والتعليمي من خلال تطوير المناهج وإدخال مفردات التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن بناء وإعادة تأهيل المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية والمطالبة بتفعيل منحة الطلبة وتوزيعها على المستحقين، والعمل على تعويض المدارس والمؤسسات. أما فيما يخص المحور الاجتماعي، سنحاول تفعيل مشاركة الشباب في إدارة الشؤون العامة وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكاملة في الإبداع والعطاء،
والاهتمام بالأسرة والطفل والاهتمام بالنقابات والاتحادات المهنية ومنظمات المجتمع المدني والعمل على تطبيق الحكومة الإلكترونية ومبدأ اللامركزية. كما أن هناك فيما يخص محور الاجتماعي سيكون في برنامج موضوع جدا مهم وسنعمل على تحقيقه في بعد فوزنا إن شاء الله، وهو التعاقد مع عدد مع محامي عدد 10 في مكتبنا في نينوى. تناط بهم مهمة متابعة المعاملة شؤون أهالي محافظة نينوى في الدوائر الحكومية في بغداد. يكونون مخولين من مكتبنا بصفة رسمية، لذلك فضلا عن تدخلنا بشكل مباشر عندما يقتضي ذلك. أما في المحور الصحي، دعم القطاع الصحي العام وأجزاء المستشفيات الحكومية بتوفير العمليات الكبرى والمتوسطة للمواطنين وبكافة التخصصات وتشريع قانون حماية الأطباء والضغط على الحكومة العراقية من أجل إعادة تأهيل المستشفيات. أما فيما يخص المحور الاقتصادي، إلزام الحكومة بتأمين حياة كريمة للأسرة العراقية وتحسين مستوى معيشتها ووضع سياسات اقتصادية تهدف إلى تنمية الاقتصاد ووضع سياسة مالية تضبط عملية بيع العملة في مزاد بيع العملة ما يضمن عدم تهريب العملة الصعبة للخارج. أما فيما محور حقوق نينوى، تعويض محافظة نينوى عن موازنتها التي لم تصلها للسنوات السابقة، وخاصة موازنة تنمية الأقاليم والتوجيه بأن تخصص تلك الأموال المدورة كلها على مشاريع إعادة الإعمار وتعويض أهالي نينوى عن حصتهم في السنوات الثلاث التي حرموا منها وإطلاق درجات وظيفية تعويضية لهم بالسرعة الممكنة والتوجيه بصرف الرواتب المدخرة بالكامل لجميع موظفي محافظة نينوى ومن ثبت سلامة موقفهم الأمنية ولجميع الدوائر في نينوى وإعادة بناء محافظة نينوى أبناء محافظة نينوى المفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية وشمول المفقودين المخطوفين من قبل داعش. وهذا الملف المهم الذي سنركز عليه بشكل خاص، شمول أهالي المفقودين المخطوفين من قبل داعش بامتيازات وحقوق ذوي الشهداء ومنحهم تعويضات ووثائق رسمية بذلك. هذا ما هو موجز لبرنامجنا الانتخابي ذكرناه على عجالة وسرعة لقلة وقت البرنامج. طيب سيد زيد الطائي، بالنسبة لموضوع الشباب الموصل لي، وكما تعلم ويعلمون جميعا أن الشباب نسبة كبيرة يشكلون من أهالي الموصل ومن القوة المصوتة والمشاركة في الانتخابات. لو تحدثنا عن برنامجكم تجاه هؤلاء الشباب والذين يفتقدون حاليا فرص العمل، يعانون الفقر والبطالة وحتى المشاكل على مستوى الدراسة الجامعية، ما هو برنامجكم الموجه لفئة الشباب؟ فيما يخص ملف الشباب، نحن اليوم باعتبار مرشح شاب محافظة نينوى، والشباب في نينوى شاركوا بشكل وفعال خلال الأزمة في الوقت الذي كانت نينوى بحاجة ملحة إلى شبابها. وقفوا شباب نينوى وقفة مشرفة مع أهاليهم، هناك من الأشخاص الذين نعرفهم وتربطنا بهم علاقة مباشرة كان يتحرر في اليوم ويتصل بنا مباشرة، أين أنتم؟ أريد أن أتي لتقديم المساعدة، أريد أتي لتقديم المساندة. وفعلا يلتحق مع باقي إخواتنا من الشباب ليقدم ما يستطيع تقديمه من المساعدة. بما يخص دور الشباب في برنامج الانتخابي، ذكرناه سابقا في المحور الاجتماعي، وهو تفعيل مشاركة الشباب في إدارة الشؤون العامة وتنمية وتوظيف طاقاتهم الكاملة في الإبداع والإعطاء وفتح قنوات اتصال مباشرة معهم والسعي في توفير فرص عمل لهم وشمولهم بالقروض الميسرة. نحن اليوم من خلال قناتكم نوجه نداء إلى شباب نينوى والغيارة الواعي والمثقف الذين تحملوا مرارة الأيام العسيرة وتحملوا السنوات التي حكمهم داعش، السنوات العسيرة التي تحملوها، أن يهفوا وأن يقفوا معهم من الشباب المرشحين وأن يكونوا أحد أركان التغيير، لأنهم من نفس معاناتنا وقريبين منا. طيب سيدي الكريم، لننتقل إلى ملف آخر، ملف المتضررين الذين ينشدون ويطالبون بتعويضات للمنازل المهدمة والدور المدمرة والتي تدمرت في الحرب الأخيرة. ما هي الخطوات، البرامج، الخدمات التي أعددتموها والتي تعدون بها هذه الفئة الكبيرة من أهالي نينوى؟
كبرنامج انتخابي يخص تحالف النصر بشكل عام وكبرنامج خاص يخصنا مرشحين ضمن تحالف النصر سنطالب بتعويض الأهالي عن أملاكهم المتضررة كليا أو جزئيا. وفعلا باشر السجان مكلف من رئاسة الوزراء متوفر الآن في الجانب الأيمن والجانب الأيسر لاستلام ملفات الأهالي من تضرر دورهم وممتلكاتهم. سنحاول الضغط على الحكومة المركزية والإشادة في مجلس النواب على مساعدة المتضررين جراء العمليات العسكرية. نعم. طيب سيد زيد، لو سألتك عن موضوع ملف عودة النازحين، وأنت تعلم أن هذا الملف هنالك نسبة كبيرة من أهالي نينوى بشكل عام لا يزالون نازحين يواجهون صعوبات في العودة إلى مناطقهم من حيث التصاريح الأمنية، من حيث المعوقات يعني الكثيرة. بالنسبة لهذه الفئة والتي ستعتبر مشاركة في الانتخابات ومطلبها مهم جدا لأهالي الموصل ونينوى، كيف ستلبون مطالب هذه الفئة وبماذا تعيدونها ببرنامجكم الانتخابي المطروح؟ نعم، فيما يخص عودة الأخوة النازحين داخل محافظات العراق وفي المخيمات، اليوم نينوى بدأت تتعافى من جروحها، ونينوى محتاجة إلى أهاليها إلى مواطنيها بشكل كامل. تتسنى لها الوقوف من جديد بعد ما عانت نينوى. اليوم في الجانب الأيسر نحن على اطلاع على أن الجانب الأيسر شكل، ولكن هناك ضرر كثيرة جدا في الجانب الأيمن تعيق عودة النازحين. فهمنا سابقا سدنا شبابيك وسدنا نعم في المنظمات الإنسانية والإغاثية بشكل مباشر في عودة النازحين وإيصال خدمات عن طريق المنظمات والدوائر الحكومية. اليوم نينوى الحاجة إلى أهلها، وعودة أهالي نينوى لا تحتاج إلى شروط منهم. اليوم عودة أهالي نينوى تحتاج إلى قرار منهم، من لم تتضرر دورهم ولم تتضرر مساكنهم. اليوم من أهم واجباتهم أن يعودوا إلى نينوى يكمل بناء المحافظة. نعم. طيب سيد زيد، أنتم في ائتلاف النصر ما هي وجهة نظركم بخصوص موضوع الصحة، التعليم، التربية؟ مدى تقدم وإصلاح التعليم في نينوى، المدارس المهدمة وهي تعتبر بالمئات والعشرات، وما خسرت محافظة نينوى في هذا الملف الصحة والتربية والتعليم كثير. ما هي وجهة نظركم لهذا الملف؟ كيف يمكن أن يحل؟ وكيف يمكن أن تلبوا مطالب المحافظة بما يخص هذه المواضيع الثلاثة؟ بما يخص الدوائر المهدمة والجنائس المهدمة من المستشفيات والمدارس، هي على نفس درجة تعويض أهالي نينوى من تضررت دورهم ومساكنهم. نعم. على سبيل المثال المحور الصحي، هناك الكثير من المستشفيات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وإعمار. كذلك الحال في الدف التربوي، تحتاج الكثير من المدارس لإعادة تأهيل. بانتظار الحكومة المركزية وانتظار وفدهم جادة مع نينوى لإعادة تأهيل المدارس التي تهدمت والمستشفيات التي تهدمت. وهذا سيعرضه التحالف في برنامجه في انطلاق تحالف النصر في محافظة نينوى إن شاء الله، لأنه سيكون وعد حكومي وليس وعد مرشحين. نعم. طيب سيد زيد، بالحديث عن موضوع المنح والمؤتمرات كمؤتمر الكويت والذي أقيم لتقديم منح لإعمار نينوى، هل لديكم أي فكرة أو إحصائية تقريبية عن هذه المنح وماهيتها، المساعدات، المشاريع الإعمارية التي وعدت بها الدول المانحة والموجهة لإعمار المحافظة؟ ما هي رؤيتكم لهذا الموضوع، ملف المنح الإعمارية والمشاريع، وكيف يمكن التقدم بها؟ صراحة هنا سأكون عبر عن وجهة نظري الخاصة في الإجابة عن هذا المحور.
احنا اليوم في دوله العراق لا نحتاج لمنح المساعدات حتى استجداء من باقي الدول. مؤتمر في الكويت صراحه فشل، وهذا ما اخبرنا به الذين حضروا الى هذا المؤتمر. نحن اليوم في المطالبه مشروع مؤتمر في نينوى، في داخل نينوى، نطالب من اهالي نينوى ومن المقربين من اهالي نينوى بمساعدتهم إعادة الأعمار. فنحن اليوم بحاجة إلى الاستجداء من باقي الدول لمعبر نينوى. اليوم العراق يمتلك موازنة كبيرة جدا تؤهله إلى إعادة أعمار نينوى. فلا حاجة لنا في تلك المؤتمرات التي تقام في خارج العراق، ومن خلالها نستحصل على بعض القروض وبعض الأمور التي يوفروها لنا. نحتاج اليوم إلى وقفة أهالي نينوى العراق. لا نحتاج إلى مؤتمرات دولية بقدر ما نحتاج وقفتنا مع بعضنا. نعم. طيب السيد زيد الطائي، من حق الناخبين المصوتين في نينوى في العراق كافة أن يكونوا أو يكونوا صورة كاملة عن المرشحين الذين سينتخبونهم وسيعطونهم ويمنحونهم أصواتهم. أنتم في ائتلاف النصر، ما هي الركائز المقاييس التي اعتمدتموها لاختيار مرشحيكم للانتخابات البرلمانية القادمة؟ وهل سينال المثقفون من أبناء المحافظة نصيبهم من هذا التغيير؟ كان اختيار المرشحين في تحالف النصر على أن يكون عراقياً بامتياز. عندما أقول عراقياً بامتياز إنه بعيد كل البعد عن الطائفية والعرقية والعشائرية وما إلى آخره. اليوم مرشحين تحالف النصر هم من الأكاديمية والأطباء والمثقفون والذين وقفوا مع نينوى وقفة جادة. فكان اختيار مرشحين تحالف النصر أن يكون عراقياً بامتياز، وعندما أقول عراقياً بامتياز لأنه بعيدا كل البعد عن تلك المسميات الطائفية التي عانينا منها لثلاث دورات سابقة صراحة. نعم. طيب سيد زيد، أخيرا لو سمحت لي بهذا السؤال وربما هو سابق لأوانه بعض الشيء، بكم تتوقع أنكم ستفوزون بمقاعد في هذا السباق الانتخابي؟ كم ستبلغ مقاعد ائتلاف النصر في القبة البرلمانية القادمة؟ من الخطأ الفادح أن يتوقع المرشح كم يجذب ائتلافه كمقاعد، ولكن اليوم الشارع العراقي وهو الشارع الناخب الذي سيدلي بأصواته حسب إحصائيات التي قدمتها بعض المنظمات العالمية والمحلية كان لتحالف النصر الحظ الأكبر والحظ الأوفر. أما كعدد من الخطأ أن يتوقع المرشح كم هي عدد المقاعد، لأن حسابات رياضيات كما يسميها هي رياضيات ستظهر نتائجها في حال انتهاء الانتخابات إن شاء الله. ولكن حظوظ تحالف النصر هي حظوظ قوية، وهذا ما نقرأه من الشارع العراقي. نعم. إذن أشكركم شكرا جزيلا السيد زيد الطائي المرشح عن ائتلاف النصر القائمة 158 والتسلسل 46، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأعزاء، بالاطلاع على هذه الملفات الشائكة والهامة التي أهل نينوى يوجهون إليها اهتماماتهم والتي يتوقعون أن تنال اهتمام مرشحيهم، هذه الملفات: ملف الإعمار، ملف التعليم، ملف التعويضات للمنازل المهدمة، ملف إعادة النازحين والذين يبلغون إلى الآن مئات الآلاف ممن ينتظرون العودة إلى مناطقهم إلى مدنهم. هم هجروا منها بسبب الحرب، بسبب احتلال داعش، وبسبب المعارك المحتدمة التي أدت أخيرا لتحرير الموصل، ولكن لا تزال هذه المناطق بحاجة لخدمات، بحاجة لرفع الأنقاض، بحاجة لتعويض أهاليها المتضررين والذين أقصى ما يمكنهم أن يعيشوا الآن في المخيمات. هذه الملفات التي تنال اهتمام الناخب البسيط من أهالي نينوى هي في صلب المطلوب من المرشحين القادمين والذين يأمل أهالي نينوى هذه المرة، جادين بأن يكون لهؤلاء البرلمانيين والنواب دور هام برفع المعاناة عن محافظة نينوى.
إذا مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، نعود إليكم بعده فابقوا معنا. صوتكم أمانة فلا تخونوا. حان وقت التغيير، حان وقت الجد، حان وقت نرى موصل جديد. من أجل بناء الموصل سننتخب وننتخب معا لتنمية الوطن، معا للتغيير. الأمانة والمبادئ والصدق والمصداقية موجودة في أبناء نينوى. دور ابن نينوى اللي يمثلنا وما يمثل علينا. نينوى بحاجة إلى أبنائها أكثر من أي وقت مضى. نينوى بحاجة إلى أهلها. راح ننتخب اللي عارف معاناتنا وشايف حالنا. شارك في صنع القرار ولبي نداء نينوى. نينوى تستاهل. أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من حلقتنا صدى الموصل، والتي تتحدث عن برامج الناخبين التي طرحوها انتظارا لانتخابات البرلمانية القادمة، والتي يأمل المصوتون فيها أن ينالوا ما يتمنونه من مرشحيهم، ويأمل مرشحهم أن يصلوا إلى قبة البرلمان. الآن ننتقل مشاهدينا إلى خبر آخر يخص موضوع الانتخابات في نينوى، وهو حول تغطية قناة الموصلية لعمليات تحديث بيانات الناخبين. جولتنا لهذا اليوم مشاهدينا كانت في مركز تسجيل اليرموك في مدرسة حلب، وهذه المدرسة التي تقع في أيمن الموصل، حيث رصدنا انطباع المواطنين الذين أشادوا بدور موظفي المفوضية بتسهيل عمليات تحديث البيانات وتعاملهم الجيد مع المواطنين، مؤكدين أهمية المشاركة في الانتخابات وذلك لتحقيق مطالبهم، ومطالبين أيضا كافة المواطنين بالإسراع لتحديث بياناتهم واختيار أصحاب الكفاءات والحس الوطني لقيادة المرحلة القادمة من تاريخ البلاد. كما دعوا لعدم تفويت هذه الفرصة والتي من شأنها النهوض بالواقع الذي تعيشه نينوى. والله احنا بالنسبه لنا جينا بس الساعه 6:30، سلمنا البطايق والمستمسكات كامله، وقالوا لنا من الثنتين تجي تسلمون البطايق مالكم. اسردوا منك المستمسكات اللي تابعين بالبطاقه التموينيه والقسيمه والهويات الاصليه. ايش قالوا لك الموظفين هسه؟ قالوا لي هسه اعطيك اياهم شغلتي كامله. شلون تعاملوا وياكم؟ جيد جدا. حتشارك بالانتخابات؟ ان شاء الله. اهميه الانتخابات بالعراق وخصوصا نينوى. والله احنا الانتخابات بنينوى احنا اريد اللي الناس اللي يجون يغيرون المناسب والكفو بحيث يغير وضع المدينه هذه التعبانه. رسالتك لباقي الناس اللي ما جوا استلموا بطاقتهم. ادعو جميع المواطنين ان يجون الى المراكز الانتخابيه وتحديث بياناتهم ويسلموا بطايقهم، وتوكل على الله ان شاء الله والعراق بخير. طلباتكم للمرشحين الجدد؟ والله طلباتنا يعني توفير بدايته ان شاء الله الامن مستبد موجود والحمد لله، والخدمات وراعون المواطنين في الخدمات كهرباء ماء وفرص عمل للناس العاطلين عن العمل. توقعاتك حجي حيصير تغيير بالموسم بعد الانتخابات من ناحيه الاعمار؟ والله ان شاء الله ان شاء الله يصير تغيير. بالنسبه للناس يعني أنا عاطل عن العمل ومنسب على دائرة الماء، وتسع سنوات أنا منسب على دائرة الماء، ولحد الآن أي فرصة عمل ما جتني. شو اسمه هذا المركز؟ المركز النهروان. طبعاً تعامل الموظفين جيد جداً، إجراءات سهلة وميسرة للمواطنين، نشكرهم على جهودهم طبعاً. ايش قد طولت؟ ما طولت يعني وقت قليل صراحة. جيت الصبح وللظهر كملت. راح تشارك إن شاء الله أشارك الانتخابات. أهمية الانتخابات بالعراق خصوصاً نينوى.
طبعا احنا مثل ما تعرفون خرجنا من مرحله صعبه كانت. الشعب الموصلي خصوصا يعني بحاجه الى ناس تغير، ناس تكون قلبه على بلده وقلبه على منطقته وقلبه على ناسه. فنطلب من الناس انها تنتخب الناس المخلصين، الناس الخيرين، ونطلب من المرشح بنفس الوقت ان يكونون قلبهم واخلاصهم لبلدهم ولوطنهم، خصوصا محافظه نينوى، لان مثل ما تعرفون محافظه نينوى عانت معاناه شديده وصعبه حل. والمواطنين بمس الحاجه الى هذه انه يكون سند وعون للمواطنين. والله لازم يجون يستلمون بطاقه الناس. انا اذا ما ننتخب يعني راح يظلون فاسدين باماكنهم. احنا اذا ما نجي نغير بدينا التغيير ما راح يصير. شلون هم قاعدوا يغير غير يجي يسلم بطاقته ويجي ينتخب المرشح النزيه؟ طبعا شلون ما راح اشارك؟ لا ايش عندي جاي انا؟ والله المرشحين الجدد بس كشريحه طلابيه اول شيء يعني انت حالتك قاعد تشوف المدرسه كشريحه طلابيه، اما كوضع عامه ما اريد لا تضيء ولا ايش، بس المي والكهرب والبلديه يشوفون اوضاعنا فقط. والله ان شاء الله ان شاء الله نتوقع اكو تغيير واكو وجوه قادمه جديده نزيهه ان شاء الله. ان شاء الله عمليه انتخابيه ان شاء الله تكون هم نزيهه. والله رسالتي المفوضيه، المفوضيه طبعا بجد قاعد تشتغل ومن الليل من الصبح الى الليل. يعني طبعا رسالتي راح تكون واضحه انه يعني الانتخابات لازم تكون شريفه ونزيهه. هذا مركز واقع يعني بين النهروان واليرموك. مشاهدينا الكرام، نعود مجددا إلى النقاش والحديث عن برامج الأحزاب السياسية والتكتلات والمرشحين للانتخابات البرلمانية العراقية القادمة. الآن ننتقل لنستضيف معا السيدة صفاء نجيب السبعاوي عن ائتلاف نينوى هويتنا القائمة 135 وتسلسل 46. سيدة صفاء نجيب السبعاوي، أرحب بك في صدى الموصل، عفوا السيد صفاء نجيب السبعاوي، أرحب بك في صدى الموصل. بداية بعد الترحيب بكم سيدي الكريم، من وجهة نظركم نريد نحن كما المشاهدين أن نأخذ فكرة عن هوية ائتلاف نينوى هويتنا، عن هويته السياسية، عن برامجه المطروحة للانتخابات البرلمانية القادمة. مساء الخير عليكم ومساء الخير على مشاهديكم الكرام وعلى أهل نينوى والعزيزة الحدباء أم الربيعين. نعم تفضل. أعلننا نحن في تحالف نينوى وهويتنا منذ بداية تأسيس التحالف عن تبني التحالف للنهج المدني والطاقات الشبابية كأساس للعمل في مشروع بناء الدولة المدنية في العراق. وكذلك أعلننا أن المرحلة المقبلة أخي العزيز هي مرحلة بناء وعمل لإعادة المدينة وإعادة الوجه المدني لمحافظة نينوى بعد الخراب الذي لحق بها جراء المشاريع السياسية التي لم تجلب لمدينة الموصل سوى الدمار والخراب. وأكدنا أيضا على اعتماد المدنية والكفاءة من الطاقات الشبابية الاجتماعية والسياسية الوطنية من أبناء محافظة نينوى. وكذلك دعا تحالف نينوى هوية القوى الشابة والفعاليات الاجتماعية إلى دعم مشروع بناء الدولة المدنية وتعزيز هوية أم الربيعين الحدباء الثقافية والسياسية. ولا شك أن المرحلة المقبلة لا تقل أهمية بل تكاد تكون هي أهم من مرحلة محاربة داعش. وأقصد بالمرحلة القادمة أخي العزيز هي مرحلة بناء المؤسسات والبنى التحتية. وإعادة الوجه الحضاري لمحافظة نينوى من خلال دعم الحكومة المركزية في بغداد وكذلك دعم جهود أبناء نينوى. محافظة نينوى قبل 2014 كانت تشكو من غياب للأمن وكانت جميع جهود الحكومة المركزية تصب في معالجة تلك الأزمات والأوضاع الأمنية في تلك المرحلة، وكانت تصاحب تلك المشكلات الأمنية مشكلات أخرى كثيرة كبيرة، لكن الذي أبعد النظر عنها هي أهمية الوضع الأمني ومحاولة إيجاد حلول أمنية لتلك الفترة. وبعد تحرير المدينة من الداعش واستقرار الوضع الأمني بجهود القوات الأمنية البطلة بكافة صنوفها، ولي الشرف أني كنت أحد رموز تلك القطاعات المحررة، أسأل الله أن يحفظها من خلال
قناتكم الكريمة. إن من أولويات مشاريع تحالف نينوى وهويتنا هو إيجاد حلول لتلك المشكلات. نعم. من حيث إيجاد فرص عمل للشباب، فرص عمل حقيقية وليست مجرد دعاية انتخابية. نعم. دعم القطاع الخاص وإعادة الخدمات والمؤسسات الصحية والمستشفيات والمؤسسات التربوية والجسور وغير ذلك. نعم. طالبنا أيضا في تحالف نينوى وهويتنا بإطلاق الدرجات التعويضية لمحافظة نينوى والتي كانت متوقفة منذ زمن بعيد. نعم. لو تم إطلاق هذه الدرجات التعويضية لعالجت كثير من الأزمات في مدينة الموصل وعالجت نسبة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب الخريجين في المحافظة. نعم. وقد أسلفنا أن المشكلات في المحافظة ليست مشكلات أمنية فحسب، بل هي مشكلات كثيرة على عدة المستويات. طيب سيد صفاء، اسمح لي أن أسألكم سؤالا الآن. بالنسبة لائتلاف نينوى وهويتنا، لو تحدثنا عن تاريخ هذا الائتلاف السياسي من حيث مشاركاته السابقة في البرلمان أو في مجلس محافظة نينوى، بالحديث عن إنجازات الائتلاف السابقة، ما هي الإنجازات التي يمكن الحديث عنها وما هي الفعاليات السياسية والتأثير الذي قاموا به في المرحلة السابقة؟ عفوا الصوت متقطع، بس أفهم من سؤالك. طيب سيد صفاء، سأعيد سؤالي مرة أخرى. سؤالي كان حول التاريخ السياسي لائتلاف نينوى وهويتنا سابقا من مشاركاته في الانتخابات وحتى في مجلس نينوى. لو تحدثنا عن تلك الفترات، ماذا قدموا لمحافظة نينوى؟ ماذا قدموا في سواء في المجلس أو في مجلس نينوى؟ هذا التحالف يضم عدد كبير من أبناء محافظة نينوى، من السادة الوزراء والسادة النواب العاملين لا يزال ضمن البرلمان العراقي. نعم. لهم تاريخ طويل، مثل الأخت السيدة النائبة محاسن حمدون والأخت السيدة النائبة نور البجاري والأخ السيد النائب علي المكيتي وغير ذلك. لنا بصمة في هذا التحالف على أرض نينوى، قدمنا الكثير. نعم. ونسعى إلى تقديم الكثير لأبنائنا ومدينتنا العزيزة نينوى أم الربيعين. حاربنا الإرهاب في الفترة الماضية وتحررت المدينة، والآن سنحارب الفساد بكافة أشكاله. نعم. في تحالف نينوى وهويتنا. نعم. طيب سيد صفاء، بالنسبة لائتلاف نينوى وهو ائتلاف المشارك في هذه الانتخابات، بالنسبة للقاعدة الشعبية المتوقعة والتي تنظرون إليها أنتم في هذا الائتلاف في نينوى، كيف ترون قاعدتكم الشعبية داخل هذه المحافظة وكيف يمكن أن تسهم وتؤثر بفوزكم في الانتخابات؟ لدينا قاعدة جماهيرية واسعة بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبنا وأهل مدينتنا العزيزة. هناك إشارات تطمئن أهالي نينوى، لأن هذه القائمة لها مقبولية لدى أبناء نينوى. دون لديها مقبولية في شارع نينوى. نسعى أن نختلط مع المواطنين وننزل إلى الشارع، نشارك الناس همومهم. نشارك الموظفين أعمالهم. نسعى لإيجاد حلول لكل المشكلات التي يعاني منها أهل نينوى. هناك إقبال شديد على هذا التحالف. طبعا هذا ما لاحظناه من خلال لقاءاتنا في اللقاءات العشائرية والمؤتمرات والندوات. هذا بفضل الله عز وجل وفضل أهلنا الأعزاء. ونقول من خلال قناتكم الكريمة سنكون عند حسن ظنكم إن شاء الله. القادم أجمل بإذن الله تعالى. انظروا إلى الانتخابات وانظروا إلى المشاركة الفعلية، وستكون هناك نتائج مفرحة إن شاء الله بفضل الله، وستعود المدينة إلى ما كانت عليه بفضل أبنائها ومواطنيها.
طيب سيد صفاء، بالنسبة لملف إعمار نينوى وهو الملف الرئيسي حقيقة في المحافظة والملف الأهم لدى الناخبين، كيف تتوقعون أن تكون هذه المسؤولية أو ماذا تقدمون لهذا الملف، وهل تدركون حجمه وأهميته فيما لو فزتم في الانتخابات؟ سيدي العزيز، أحب أن أشير إلى محور الخدمات وهو المحور الأكبر والأكبر تعقيدا. محور الخدمات والبنية التحتية يجب أن نقف جميعا عند هذا الملف، وأن تكون وأن يكون مشروعنا الأول ومن تحالف نينوى وهولتنا هو مشروع طرح، ومن خلال طرح أنفسنا، من خلال أنه نقف عند البنى التحتية وإعادة المدينة وإعادة أعمار المدينة. محافظة نينوى حيث يراد لها من قبل أهلها، هناك مطالبات بأن تعود المدينة إلى ما كانت عليه، ونينوى تستحق أكثر من ذلك من ناحية الوضع الثقافي وإعادة الأسواق كما كانت عليه، وأن لا نتاجر بهموم أهلنا في هذه الفترة ونجعل من هذه المشكلات هي الموجة التي نريد أن نصعد من خلالها. لا بالعكس، نريد أن تكون هناك أولوية لمحافظة نينوى من قبل الحكومة المركزية في بغداد، وكذلك أن يجتهد الأخوة السياسيين والعاملين ضمن قائمة تحالف نينوى وهولتنا أن يكون لهم دور أكبر في شوارع الموصل، وأن نسعى في الأيام القادمة إن شاء الله بعد الانتخابات أن تكون المدينة عادة إلى ما كانت عليه، وأن يكون هناك تخصيص مالي لإعادة البنى التحتية وإعادة النازحين وغير ذلك. نعم. طيب سيد صفاء، هل يمكن أن تعطينا أو تعطينا فكرة عن برنامجكم بخصوص ملف الخدمات في نينوى؟ كما تعلم حديث الشارع الآن هو عن الخدمات، عن الماء، عن الكهرباء، عن الأنقاض الموجودة بالشوارع، والتي تقف الحكومة عاجزة أمام حل هذا الملف بشكل جذري. ما هي خطتكم وما هو برنامجكم لإنهاء إن صح التعبير أو تقديم ما يأمله أهالي نينوى في هذا الملف الماء والكهرباء والأنقاض؟ أخي الكريم، جميع المؤسسات في محافظة نينوى تعاني من مشاكل كبيرة، بعضها قبل سقوط المحافظة بيد الإرهاب، والقسم الأكبر بعد احتلال المدينة من قبل داعش، وهي على مستوى البنى التحتية والخدمات ومشاكل أخرى كثيرة. هناك مشاكل الآن يعاني منها أهل نينوى، وهي مشاكل الموظفين في الدوائر الخدمية في دوائر محافظة نينوى. وفي الحقيقة لاحظنا من خلال لقاءاتنا بالكوادر والموظفين في دوائر محافظة نينوى لديهم مشاكل كبيرة بخصوص صرف رواتبهم. وعلى سبيل المثال موظفي دائرة صحة نينوى تم تقسيم هؤلاء الموظفين إلى 25 وجبة، لم يستلم من هذه الوجبات ال 25 إلا 9 تقريبا، والوجبات الأخرى من الموظفين مستمرين في عملهم للسنة الثانية. نحن عندما نطالب الموظفين طيب بالدوام، يجب أن يكون هناك لهم رواتب تصرف ما يقارب 2/3 من موظفي دائرة صحة نينوى، على سبيل المثال لم يستلموا راتبهم لحد الآن، مع العلم بأن لديهم عوائل وطلاب ومصاريف والتزامات أخرى، والدوائر المعنية تطالبهم في الدوام. لا أعرف كيف يمكن أن يستطيع موظفي في أحد هذه الدوائر أن يستمر بالدوام لهذه الفترة دون صرف حقوقه المالية. طالبنا نحن في تحالف نينوى وهويتنا وضمن مناهجنا أن نجد حلول لهذه المشاكل، حلول حقيقية تعطي الموظف راتبه في نهاية الشهر كما يحدث في المحافظات العراقية الأخرى. لا يمكن أن يستمر الوضع بهذه الطريقة. هناك جانب آخر أيضا لاحظنا من خلال لقائنا في عدة موظفين وكوادر من صحة نينوى،
هناك تعيينات قد تم إطلاقها في صحة نينوى، وهي المئات من الأطباء والصيادلة والمئات من الممرضين. شرعت دائرة صحة نينوى بتعيين هؤلاء وطلبت منهم أن يلتحقوا بالمستشفيات وانتظار حقوقهم المالية دون صرف لحين استحصال موافقات. فإذا كان هناك الآلاف من الموظفين الذين لم تصرف رواتبهم لمدة سنة كاملة إلى الآن، فكيف ومتى ستصرف رواتب هؤلاء الكفاءات من أبناء نينوى الذين سيشرعون بالعمل؟ وهناك حالة صراحة، هناك حالة إحباط لدى هؤلاء عندما التقينا بهم، وهم الشريحة الأكبر والشريحة من الأطباء والشهادات العليا. نعمل أن يكون دعم أفضل لتلك المؤسسات ولهذه الشريحة، وأن تحل كافة مشاكل الموظفين في وزارة الصحة والكهرباء والبلديات والصناعة وإلى غير ذلك. نعم. طيب سيد صفاء نجيب السبعاوي، نسبة كبيرة من أهالي الموصل وخاصة في الجانب الأيمن دمرت بيوتهم بشكل كامل، دمرت منازلهم. هذه الشريحة وهذا الملف، ملف تعويض المتضررين عن منازلهم المهدمة، ما هي خطتكم التي أعددتموها لفتح هذا الملف ولمساعدة أهله باستعادة تعويضاتهم أو بالحصول عليها من قبل الحكومة؟ حقيقة أخي الكريم، بما يخص تعويض المتضررين من أهالي الموصل خصوصا الجانب الأيمن وأهل المنازل أو الدور المهدمة، هناك عملية تجري أن يأتي المواطن بعد استحصال الكشف من الدفاع المدني وبعد استحصال الأوراق الإدارية والقانون الإجراءات العفو الإجراءات القانونية والإدارية من قبل المحكمة، من قبل القضاة المختصين، ومن قبل دائرة الدفاع المدني، بعد أن يكمل كل هؤلاء الإجراءات، تكمل كل هؤلاء هذه الإجراءات القانونية من قبل المواطن المتضرر اللي تم تفجير بيته من قبل عصابات داعش أو مخلفات حرب إلى غير ذلك، يتم استحصال أو إعطائه تسلسل. قبل أيام كنا في لجنة التعويضات، بلقت التسلسلات إلى ما يقارب 18,000 حد الآن. هؤلاء لم يستلم أحد من عندهم لحد الآن أي مبلغ تعويضي. نحن في تحالف نينوى وهويتنا طالبنا ونطالب الحكومة المركزية، ونطالب من خلال قناتكم الكريمة وزير العدل بفتح بصرف مستحقات هؤلاء وتعويضهم. هناك نقص في بعض المعاملات، وهي الطاب الأيسر والأيمن لم يفتح لحد الآن. نطالب من خلال قناتكم الكريمة وزير العدل بفتح طاب الأيمن والأيسر. هناك أغلب المعاملات المتضررين متوقفة على صحة الصدور للمنازل المهدمة. طلبنا في تحالف نينوى بالإسراع بفتح طاب الأيمن والأيسر وتعويض هؤلاء. ما ممكن أن يبقى هؤلاء معلقين. يأتي المواطن يأخذ تسلسل ثم يرحل، وإلى متى وهم في المخيمات؟ نطالب من خلال قناتكم أن تكون هناك إجراءات أسرع وأسهل مما هي عليه لإعادة هؤلاء وتعويضهم وإعطائهم حقوقهم الذي قد سلبت من عندهم بالفترة الماضية بسبب عصابات داعش أو غير ذلك. نعم. طيب سيد صفاء، بالنسبة لتحالف نينوى وهويتنا فيما يخص موضوع عودة النازحين إلى مناطقهم، وهذا كما تعلمون مطلب مهم جدا لأهالي نينوى، ما هي خطة التحالف بإعادة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم في زمن سريع؟ نحن في تحالف نينوى وهويتنا حقيقة طالبنا، وكان هناك لنا خطة عمل لإعادة النازحين. عندما نتكلم عن إعادة النازحين ليست مجرد أنه تحمل عربات أو منشآت أو باصات وتقل بها هؤلاء النازحين
إلى دورهم. اليوم احنا إذا أردنا أن نرجع النازحين إلى دورهم أو إلى مساكنهم القديمة، يجب أن يكون هناك موازنة خاصة لهؤلاء، يجب أن يكون هناك موازنة خاصة لإعادة الدور المتضررة، يجب هناك عملية واسعة وجهود مكثفة من قبل الحكومة وجهود دولية وجهود محلية لإعادة النازحين. اليوم عندما أتكلم عن إعادة النازحين، ما نستطيع احنا نعيدهم مجرد تعال اصعد في الباصات ثم اعود الى منزلك او بيتك المتفجر، ما ممكن هذا الشيء. احنا عددنا خطة عمل طالبنا من خلالها الحكومة المركزية بالإسراع بإعادة النازحين من خلال تخصيص العفو موازنة خاصة لإعادة النازحين لإعادة دورهم لتعويضهم. هناك بعض من النازحين اللي أنا زرتهم شخصيا في المخيمات، أكو هناك عوائل سجلت نزوحا عكسيا. يسأل البعض كيف نزوحا عكسيا؟ أكو هناك عوائل تركت طيب. المخيم طيب. وعادت إلى دورها، عندما نعم. عادت إلى منازلها لقيتها. نعم سيد صفاء، اسمح لي لضيق الوقت أن نختم بهذا السؤال. بالنسبة لكم تحالف نينوى هويتنا، بكم مقعد تتوقعون أن تفوزوا في الانتخابات القادمة؟ سيكون إن شاء الله لنا الحظ الأوفر، لا نزايد على من حولنا، ولكن أقول هي حقيقة. نعم. بإذن الله تعالى سيكون لنا الحظ الأوفر بنسبة المقاعد والقسم الأكبر في محافظة نينوى إن شاء الله. نعم. بجهود الخيرين من أبناء محافظة نينوى نقول انظروا إلى الانتخابات، وإن شاء الله ستجدنا عند حسن ظنكم بإذنه تعالى. نعم أشكرك شكرا جزيلا السيد المرشح صفاء نجيب السبعاوي عن ائتلاف نينوى هويتنا القائمة 135 والتسلسل 46، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، مع تمنياتنا لكل المرشحين والائتلافات بتحقيق ما يتمنونه وتحقيق الأهم وهو مطالب أهالي نينوى ومطالب الناخبين في العراق بشكل عام، وهذا هو المؤمل منهم خصوصا بعد المحنة التي مر بها العراق، هذه المحنة والتي ما زالت فصولها تتكرر حتى الآن، لكن من المؤمل أن تكون العظة قد دخلت إلى قلوب المرشحين إلى قلوب الناخبين لكي يعرفوا من يختاروا ولكي يعرف المرشحون أداء حقوقهم وما عليهم في الفترة القادمة. مشاهدينا الأعزاء أشكركم شكرا جزيلا، أنتم مشاهدينا الأوفياء الذين كنتم معنا في برنامج صدى الموصل صدى قضاياكم، ونلتقيكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.